وقبل النهاية نتوقف في قرية كسيف البدوية وافتتاح مؤسسة نجمة داود الحمراء مركزا جديدا لها في هذه القرية. مساء الخير لمدير المركز الجديد حسين الزبارقة. أهلاً ومساء النور أخي. إذن أستاذ حسين، افتتاح هذا المركز في قرية كسيفي لربما هو بمثابة تحقيق حلم لأهالي الكسيفي. كلام سليم أخ محمد. كنا موجودين في فتح عندما حطة في 2011، واليوم احنا موجودين في 2019. قامت المجلس المحلي مشكورا بفتح محطة كبيرة التي يسهل علينا باستخدام مسعفين او مسعفات شباب وشبيبة موجودين من اليوم في المحطة، تعطي خدمات مش بس لكسيفي، لكسيفي وضواحيها. كنا بنعاني من مشكلة بالنسبة لضواحي كسيفة، اليوم لما كانوا بيتصلوا على نجمة داود الحمراء وبيتوجهوا ل101 كانوا صعب جدا يصلوا للمكان الموجود فيه المصاب. اليوم بالنسبة لنا حلم انهم فتحوا محطة في كسيفة. نعم استاذ حسين، استاذ حسين كيف مثلا كيف يمكن لهذا المركز ان يغير من الحياة اليومية لأهالي المناطق البدوية الكسيفي وغيرهم؟ اليوم بغير جدا جدا، بغير كثير، لأنه موجود اليوم لمن يحكوا معي أنا بصفتي عربي ويقولوا لي مثلا أحكي مع اللي طلب الحاجة لإسعاف وأحكي معه بالعربي ويقول لي أنا من عائلة معينة وأعرف وأصلي بأسرع درجة ممكنة مشان أعطي الإسعافات الأولى، هذا بيساعد جدا جدا. أول من 2011 كنا تقريبا 5 مسعفين، اليوم في نجمة داود الحمراء في كسيفي موجودين ما يقارب 5 مسعفين كلياتهم من طريق نجمة الحمراء يشتغلون يعملون هناك. ويوجد عندنا اليوم كمان ما يقارب 40 مسعف شبيب شبيبة وشباب موجودين في كسيفة، منهم ما يقارب 25 بنت اللي كانوا عندنا أول ما فتحنا محطة نجمة داود الحمراء. وهذا ينقلنا السؤال، هذا ينقلنا السؤال التالي: كيف يمكن لهذه المحطة وهذا المركز أن يغير من مسألة التضوع في المجتمع البدوي على وجه التحديد من رجال نساء فتيات وآخرين؟ جدا جدا. اول شيء بلشت انا ببنتي، بدات بنتي تتطوع فتقريبا قبل 3 سنوات، توجهوا لناس كيف بتخلي بنتك، كيف بتودي بنتك، تعلمت مسعفه وتعلمت خلصت بعدين مسعفه كمان مره اعلى من مسعفه من شبيبه. وكانوا يقولوا لي ليش بتخلي بنتك تطلع معك وتمشي في الامبولانس. قلت لهم هذه بنتي، هذه بتساعد البنات. اليوم في مشكله عندنا بتعرف المجتمع البدوي اكثر بتتريح لما انك تيجي تسعف مراه وتكون معك بنت بتحكي بلغتها بتفهم ايش وده بالضبط. من بعد بنتي الأولى اللي كانت موجودة في كسيفة، اليوم ما يقارب عندي 25 بنت مسعفات موجودات في نجمة داود الحمراء. ونحن بالطبع نشد على أيديكم مدير مركز جديد الأستاذ حسين الزبارقة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الكسيفي. شكرا. لا تنسونا بس في حالة أي حرج أو طلب تتصلوا 101 إن شاء الله. شكرا.